ننتقل مباشرة إلى صحيفة التيار ونطالع زاوية نبض للوطن للكاتب أحمد يوسف التاي، والتي جاءت هذا اليوم بعنوان نحتاج قادة مبدعين لا متسولين. يبتدئ الأستاذ أحمد يوسف هذه الزاوية ويقول: مجونا فاضين ساي، تعالوا بالقروش والبجج، تعالوا بالجفة، لأن الناس دايرين يأكلوا وأنا المسؤول عن المنكوبين، وبالتالي الجفة بشيل الجفة وبقوم بشحد ليه العالم كله. هكذا استهل حاكم دارفور الجديد من نياركو مناوي عهده بهذه التصريحات للإعلام الخارجي، بغية أن تصل رسالته لكل المانحين في العالم. ويستمر أتاي بالقول: وزير المالية السابق إبراهيم البدوي بنى موازنة الدولة على المساعدات الخارجية، وكان يتعشم ويتعلق بهذا الخيط الرفيع الذي انقطع، وسقط البدوي وسقطت ميزانيته القائمة على الاعتماد على الشحدة من العالم الخارجي. بعد نجاح الثورة ببضعة أشهر، شالت حكومة الثورة حال الجميع الدول العربية التي وعدتها بمساعدات مالية، وقد سمعنا أكثر من مرة المسؤولين يعبرون عن استيائهم من تأخر الدعم المالي الذي وعدت به بعض دول الخليج. ويمضي الكاتب ويقول: قصدت بهذه النماذج أن ألقي بصيصا من الضوء على تركيبة غالبية رجال الدولة في بلادنا وطبيعة شخصياتهم، فهم يأتون على مواقعهم وشغل مناصبهم وفي نفوسهم هزيمة داخلية وانكسار واستعداد فطري للشحدة وتقبل ذل السؤال، وكأنهم لا يملكون أدنى حساسية تجاه الشحدة، وكأنهم يغفلون حقيقة أن العالم اليوم لا يعطي هباتا دون مقابل، والمقابل دائما وفي الغالب هو رهن القرار السياسي وقبول التبعية للمانح. ويختم التاي هذه الزاوية ويقول: السودان بما حبه الله خيرات فوق الأرض وفي باطنها، وبما أنعم عليه من الثروات الزراعية والحيوانية والغابية والمعدنية ومياه جوفية وسطحية وأمطار، يحتاج إلى قادة يحبون وطنهم وشعبهم متجردين ناكرين لذاتهم لبناء نهضة الأمة. يحتاج السودان إلى إبداع وأفكار ورؤى خلاقة وجهود مخلصة تفجر الطاقات بدلاً من طلب الهبات والمنح المالية. أخيراً، ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.